الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال في محكم تنزيله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والإيمان بالقدر يتضمن أربع درجات: الأولى الإيمان بأن الله علم الأشياء قبل وجودها، والثانية الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الثالثة الإيمان بمشيئة الله لكل حادث وقدرته التامة عليه. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والرابعة الإيمان بانفراد الله بإيجاد كل مخلوق، هو الخالق وحده وما سواه مخلوق، الله خالق كل شيء. وتقدير الله سبحانه وتعالى للأشياء على نوعين: النوع الأول التقدير العام الشامل لكل كائن، وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، كتب الله فيه مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، كما في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا التقدير يعم جميع المخلوقات. والثاني تقدير مفصل لهذا التقدير العام، وهو أنواع: النوع الأول التقدير العمري، وهو ما يجري على كل إنسان في مدة عمره في هذه الحياة، كما في حديث ابن مسعود في شأن ما يكتب على الجنين وهو في بطن أمه من كتابة أجله ورزقه وعمله وشقاؤه أو سعادته. النوع الثاني التقدير الحولي، وهو ما يقدر في ليلة القدر من وقائع العام، كما قال جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. والثاني التقدير اليومي، وهو ما يقدر من حوادث اليوم من حياة وموت وعز وذل وغير ذلك، كل يوم هو في شأن. ومع الإيمان بالقدر لا بد من الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة
شيئة، وقدرة واختيارا وتمييزا بين الضار والنافع، يعرف الخير ويستطيع أن يفعله ذلك الخير، وهو مكان اختياره، ويعرف الشر ويستطيع أن يتركه وهو بإرادته واختياره، ولذا صار يثاب على فعل الخير ويعاقب على فعل الشر، لأن الكل هو فعله وتسببه بإرادته واختياره. والعاجز المكره والناس لا يؤاخذ، إنما الله عز وجل يؤاخذ العبد على ما فعل، لأنه مأمور بإرادة شرعية أن يفعل ذلك. أما القدر فهو إلى الله جل وعلا، ومشيئة العبد وإرادته لا تخرجان عن مشيئة الله وإرادته، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة وربطها بمشيئة الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. رواه البخاري. والله سبحانه قد رتب الجزاء على العمل لا على القدر الذي قدره على العبد، فقال: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وبعض الناس يغالطون في مسألة القدر وبالقدر ويفهمونه على غير مقصوده، فإذا أمروا بالأعمال الصالحة ونهوا عن المعاصي قالوا: إن كان الله قدر لنا من قدرنا إن كان الله قدر أننا من أهل السعادة فسنكون من أهلها، وإن كان قدر أننا من أهل الشقاوة فسنكون من أهلها. ولا يفعلون أسباب السعادة ولا يأتونها، ولا يتركون أسباب الشقاوة ويتجهون إليها، وهؤلاء جهلة مغالطون، لأن الله جعل لكل شيء سبب وربط النتائج بأسبابها، فإذا لم تعمل هذه الأسباب لم تحصل النتائج. جعل الطاعة سببا للثواب وجعل المعصية سببا للعقاب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هؤلاء الذين يعطلون الأسباب النافعة ويحتجون بالقدر يتناقضون مع أنفسهم، فلو قيل لأحدهم: اترك الأكل والشرب، لأن الله إذا كان كتب لك الشبع وكتب لك أن تعيش بلا لأن الله قد كتب لك الشبع فتعيش بلا أكل ولا شرب، واترك الزواج، لأن الله إن كان كتب لك ذرية فستحصل لك بلا زواج. فإنه يستنكر هذا القول ويعتبره ضربا من الهذيان. ولو قيل للطالب: لا تذاكر، لأن الله إن كتب لك النجاح فستنجح. ولو قيل للإنسان: لا تعمل فلا تحصل على نتيجة، فذلك لا يقبله في حياته الدنيا، فكيف إذا يترك الطاعة ويقول: إن كان الله قدر لي السعادة فسأحصل عليها بدون طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. افعلوا أسباب الهداية تحصل لكم من رب العالمين. إن الواجب على المسلم أن يباشر الأسباب النافعة ويترك الأسباب الضارة، كما أنه يأكل ويشرب ويتداوى ليعيش،
وليعيش ويسلم من الأمراض، وكما أنه يتجنب المخاطر ليسلم من الهلاك، ويعترف بأن هذه المقاصد لا تحصل إلا بتعاطي أسبابها، فكذلك يجب عليه أن يتعاطى أسباب السعادة ليحصل عليها ويتجنب أسباب الشقاوة ليسلم منها. عباد الله، واعلموا أن من أعظم ثمرات الإيمان بالقدر صحة إيمان الشخص وتكامله، لأنه بذلك يكون قد آمن بكل ما يجب الإيمان به، استكمل أركان الإيمان. ومن ثمرات الإيمان والقدر طمأنينة القلب وارتياحه وعدم القلق في هذه الحياة، خصوصا عندما يتعرض الإنسان للمشاق الحياة، لأن العبد إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فإنه عند ذلك تسكن نفسه ويطمئن باله، بخلاف من لا يؤمن بالقضاء والقدر، فإنه عندما تصيبه مصيبة أو يفوته شيء مما يحب فإنه يجزع ويسخر ويقلق ويضيق من حياته ويحاول الخلاص منها، بل ربما ينتحر ويقتل نفسه. وقد كثر في هذا الزمان تلك الحوادث، كثرت تلك الحوادث من قتل للنفس وانتحار وغير ذلك بين الرجال والنساء الذين لا يؤمنون بالقضاء والقدر، فيفرون من واقعهم ويتشاءمون بمستقبلهم، يأخذهم اليأس. وقد أخبر الله سبحانه أن الذي يؤمن بالقضاء والقدر يثبت عند المصائب ويصبر عند النوازل ويحتسب الأجر والثواب على مصيبته، فتكون مصيبته خيرا وتكون عاقبته حميدة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمة رحمه الله ورضي عنه: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ومعنى الآية الكريمة أن من أصابته مصيبة فعلم أنها من عند الله وأن الله قدرها فصبر واحتسب، هدى الله قلبه، عوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا في نفسه. وقد يخلف عليه خير ما كان أخذ منه أو خيرا منه، كما قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك رضاك والجنة. اللهم رضنا بما قضيت وقدرت لنا يا أرحم الراحمين، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الحمد لله على فضله وإحسانه، قدر فهدى وأخبر أن الإنسان لن يخلق سدى، لن يترك سدى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.
وأن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أنزل عليه ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. امتثل أمر ربه وذكر أمته وأمر ونهى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فقد بين الله أن الحكمة في إخباره لنا بذلك لأجل أن تطمئن، فلا نجزع ولا نأسف عند المصائب، ولا نفرح عند حصول النعم فرحا ينسينا العواقب ونأمن به من مكر الله، بل نصبر عند الشدائد والضراء ونشكر عند الرخاء والسراء. قال عكرمة رحمه الله: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. وليس معنى هذا أن نعطل الأسباب الجالبة للخير والواقية من الشر، ولكن نكون مع إيماننا بالقدر نتخذ الأسباب التي أمر الله عز وجل بها. فإن أخفقنا في عدم الحصول على المطلوب فعلينا أن نرضى بقضاء الله وقدره، ولا نجزع، ونعلم أن ذلك من الله جل وعلا، ونعلم أنه لو قدر لنا غير ما حصل لكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وإن فإن لو تفتح عمل الشيطان، رواه الإمام مسلم. وعلى المسلم أن يحاسب نفسه ويصحح أخطاءه، ويعلم أنه لا يصيبه شيء إلا بسبب ذنوبه. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أو قد يصاب بالمصيبة ليرفع الله عز وجل درجته. إن الله ليكتب للعبد المنزلة في الجنة ما يبلغها بعمله، فيبتلى فيصبر فيرفعه الله عز وجل إليها. عباد الله، ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس يخطئ في موضوع القدر خطأ فاحشا، ويضلون ضلالا مبينا حينما يحتجون بالقضاء والقدر على تبرير فعائلهم، على تبرير فعلهم للمعاصي وتركهم للتوبة منها، ويقولون: هذا مقدر علينا، كما قال المشركون من قبل حينما نهوا عن الشرك: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وهذا فهم سيء للقضاء والقدر، لأنه لا يحتج بما بعد فعل المعاصي والمصائب، وإنما يحتج بعد نزول المصائب، فلا احتجاج بالقدر بعد فعل فالاحتجاج بالقدر بعد فعل المعاصي وتبرير المعصية قبيح، لأنه يفوت التوبة منها ويكسل العبد عن العمل الصالح. والاحتجاج بالقدر بعد حصول المصائب حسن ومفيد، لأنه يحمل على الصبر والاحتساب. ومن ثمرات الإيمان بالقدر أنه يدفع الإنسان إلى العمل والإنتاج والقوة والشهامة والشجاعة. فالمجاهد في سبيل الله يمضي في جهاده ولا يهاب الموت، لأنه يعلم أنه إن الموت لا بد منه، وأن المقدر لا بد أن يقع، وأن الأجل لا يؤخر ولا يمنع، لا يؤخر ولا يمنع منه حصول ولا يمنع منه حصون ولا جنود، كما قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. وخالد بن الوليد سيف الله المسلول لما توفي على فراشه وهو مريض في فراش الموت يقول: ها أنا، يقول: إن جسدي فيه ما بين 90 ما بين طعنة برمح أو رمية بسهم أو ضربة
بسيف، ثم ها أنا ذا أموت على فراشي. رضي الله عنه وأرضاه، كان يتقدم الجنود ويقاتل في سبيل الله لا يهاب الموت. ومن وصية أبي بكر له: يا خالد اطلب الموت توهب لك الحياة، لأن الإنسان يعلم أن الموت بقضاء الله وقدره، ويفعل الأسباب التي ترضي الله جل وعلا، والله عز وجل يأجر الإنسان على ما فعل. ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر تعظيم العبد لربه وخوفه منه ورغبته فيما عنده وتعلقه به دائما، لأنه يعلم أن الأمور بيد الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله عز وجل يجازي العبد على ما فعل. اللهم ارزقنا الإيمان بالقضاء والقدر، وارزقنا العمل بما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تول أمرنا وأصلح شأننا، واغفر ذنبنا ويسر أمرنا، واختم بالصالحات آجالنا. اللهم إنا نسألك التوبة والعمل الصالح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم على قيد الحياة فمتعه بسمعه وبصره وقوته ما أبقيته يا ذا الجلال والإكرام. ومن كان منهم ميتا فوسع لهم في قبره ونور له فيه. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم، وأقر أعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وعملا صالحا مقبولا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك، واجعلنا وإياهم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بالبلاد فسادا وارشف بالشباب انحرافا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا. اللهم وفق أبناءنا للنجاح في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا وإياهم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استجب دعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.